صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. صباح الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا إنما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني والتنسيق خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريانة، ومني لكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زيني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ جولتنا بأبرز العناوين. اشتباكات واقتحامات في معظم مدن وقرى الوطن، ما التفاصيل وكيف تبدو الحالة الميدانية صباح اليوم؟ وفي يوم الأرض الاحتلال يسيطر على 42% من أراضي الضفة الغربية. ومواطنون يشتكون عبر وطن، الأسعار ترتفع في رمضان ونطالب بالرقابة. وزوجة الأسيرة خضر عدنان التضامن مع قضية زوجي لا يرتقي المستوى تضحياته. وعائلة الشهيد قيس شجاعية فقدان موجع ودموع على مائدة الإفطار. وفي ملفنا نتابع محكمة الاحتلال تحكم على الأسير خليل عواودي بالسجن الفعلي لمدة 16 شهر. إلى التفاصيل.
استهدفت سرايا القدس كتيبة جنين مساء يوم أمس مستوطنة شاكيت جنوب مدينة جنين بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص. وقالت كتيبة جنين في بلاغ عسكري: بعون الله وقوته تمكنت إحدى مجموعات كتيبة جنين الساعة 5:30 من مساء يوم الأربعاء من استهداف مستوطنة شاكيت جنوب مدينة جنين. وفي وقت لاحق أطلق مقاومون النار نحو قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل في سهل مرج بن عامر غرب جنين. كما قالت أيضا مصادر محلية أن مقاومين القوة ألقوا قنابل محلية الصنع وأكواع تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة شرق جنين بعد أن استهدفوه بعبوة شديدة الانفجار. وأيضا عقدت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين على حاجز عسكري نصبته على دوار قرية طورة جنوب غرب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار طورة وأوقفت عشرات المركبات المارة من قريتي يعبد وقريتي نزلة زيد والطرمة وقرى منطقة يعبد، ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لجنود الاحتلال في محيط وقرى وبلدات يعبد. وأيضا اقتحمت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم عدة بلدات وقرى في محافظة جنين. وذكر شهود عيان اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين تصدوا لقوات الاحتلال كان أبرزها في بلدة قباطية. وأفادت مصادر محلية بتصدي مقاومين فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال في بلدة قباطية في جنين مستخدمين الأسلحة النارية والقنابل محلية الصنع. وأظهرت مقاطع مصورة حجم إطلاق النار الكثيف صوب قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة، وكذلك إلقاء قنابل متفجرة محلية الصنع صوب الجيبات العسكرية. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة وأطلق النار الكثيف والعشوائي في شوارع البلدة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمتوسطة. وأيضا أفادت مصادر محلية بإصابة شابين أحدهما في الفخذ نقلا إلى مستشفى ابن سينا التخصصية. وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسير المحرر زياد نزال من منزله في بلدة قباطية واقتادته إلى جهة غير معلومة. وأعلنت سرايا القدس كتيبة قباطية وشهداء الأقصى وكتائب القسامة عن خوض مقاتليهم اشتباكات مسلحة وتصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية من أكثر من محور. وأيضا في ذات السياق وفي تفاصيل الخبر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال. وأيضا من الأخبار الميدانية، قتل الشاب رويد محمد عويسي في العشرينيات من عمره في جريمة إطلاق نار بحي الصفافرة في مدينة النصر بعد منتصف ليل الأربعاء. وعلم أن القتيل هو نجل نائب رئيس بلدية النصر محمد عويسي. وقدم طاقم طب العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب إثر إصابته في القسم العلوي من جسده، وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى العائلة إلى المقدسة في الناصرة لتلقي العلاج. يبدو أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وأيضا شرعت شرطة الاحتلال بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به. وارتكبت هذه الجريمة بعد ساعات فقط من مقتل الشاب إدريس فواز عودة في الثلاثينيات من عمره في جريمة منفصلة وقعت في بلدة جلجو.
وفي ملفنا الأول لهذا اليوم، حكمت محكمة الاحتلال يوم أمس على الأسير خليل محمد عواودي 40 عاما من بلدة إفنا غرب الخليل بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا وغرامة مالية تقدر ب5000 شيكل مع وقف التنفيذ لمدة 8 شهور. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي زوجة الأسير خليل عواودي السيدة دلال عواودي. يسعد صباحك وأهلا بك معنا. حياكم الله، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي لك والفرج العاجل والقريب لخليل. يعني بداية لنطمئن على الوضع الصحي لخليل، كيف تبدو حالته الصحية؟ هل يعاني أيضا من أي أوجاع؟ وكان أيضا خليل قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة أكثر من 170 يوما. نعم، أول إشي لما نتحدث عن الحالة الصحية، بالرغم من تعليق خليل إضراب المفتوح عن الطعام يعني منذ أكثر من 7 شهور، إلا أنه ما زال حتى هذه اللحظة يعاني من أثار هذا الإضراب، خاصة يعني نتحدث عن موضوع الرؤية، ما زالت هناك يعني غباشة شديدة في الرؤية غير واضحة تماما. النقطة الثانية والأصعب وهو الجهاز العصبي، حيث يعاني خليل من عدم قدرته حتى هذه اللحظة على المشي. إحنا نتحدث أنه هناك يعني عصب ضارب في أقدام خليل، وبالتالي هو حتى هذه اللحظة لا يستطيع المشي نهائيا يعني بمفرد وإلا بمساعدة شخص، وهذا ما جعله يعني البارحة يحضر إلى المحكمة عن طريق سيارة إسعاف وعلى كرسي متحرك. نعم، يعني بالأمس أصدرت أيضا محكمة الاحتلال حكما بحق الأسير خليل بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا، يعني ما التفاصيل وما الذي أخبركم به المحامي؟ وأيضا هل أنت تواجدتي داخل المحكمة؟ أول شيء تواجدنا نحن لا يوجد أي تواجد لنا في المحكمة، خاصة أن المحكمة هي عقدت في الرملة، وبالتالي نحن كسكان يعني ضفة أصلا ممنوعين من زيارة خليل، فما بالك نتحدث عن يعني وجودنا في المحكمة. النقطة الثانية وهي الإصدار الحكم بالنسبة لخليل. خليل طبعا في البداية هو لما علق إضرابه بتاريخ 31/8 كان متواجد في داخل مستشفى أسعاف حروبي، وبالتالي لما تم نقله في 19/9 كان بحوزة هاتف على أساس أنه هو مريض متواجد في داخل المستشفى، وبالتالي يحق له استخدام الهاتف النقال كأي مريض في المستشفى. عندما تم نقله كان بحوزته هاتف، طبعا تم تلفيق تهمة بأنه هو حاول تهريب هذا الهاتف إلى داخل السجن، فحكم عليه امبارح طبعا وهو حكم جائر 16 شهر وغرامة مالية تقدر ب5000 شيكل، وبالتالي هذا هو يعني الحكم، هو انتقام من خليل للإضراب الذي خاضه لمدة 182 يوم، وبالتالي نتيجة للصدى الإعلامي اللي حصل في إضراب خليل هو أراد أن ينتقم من خليل بهذا الحكم الجائر، خاصة أن هناك يعني قضايا مشابهة لنفس قضية خليل ولم يعني يحصل أصحابها على أحكام مثل هذه الأحكام، فقط كانت 6 شهور. لنتفاجأ بأنه خليل يتم الحكم عليه بهذا العدد من أجل الانتقام من خليل والتنكيل عليه. نعم، يا سيدة دلال، عند السؤال عن متى آخر مرة كانت لك زيارة لخليل، سواء أنت أو أبنائه أو أيضا أحد أقرباء العائلة، وأيضا هل هناك أي زيارات مقررة في الأيام المقبلة؟ أول شيء الزيارة الوحيدة اللي سمح لنا بزيارة خليل كانت بتاريخ 19/12، هي كانت المرة الأخيرة. بعد ذلك تم يعني أول شيء أنا انتهى تسريحي، ووالدة خليل كان معها تسريح تم إعادتها عن المعبر، وبالتالي هذا كمان يعني نوع من أساليب يعني التنكيد والانتقام من خليل من خلال منعه من الزيارة. طفلاته الأربعة حتى هذه اللحظة لم يزوروا والدهم، آخر مرة شافوه وقت الإضراب في 25/8، وبالتالي هم لما امبارح شافوا صورته في المحكمة هم تفاجئوا أنه يعني بابا شكله متغير، هي كانت الصورة اللي راسخة في أذهانهم صورة والدهم فقط هو في أثناء الإضراب. وحتى هذه اللحظة يعني تم إبلاغنا بأنه نحن مرفوضين أمني ولا يسمح لنا بزيارة خليل. نعم، يعني سيدة دلال، اليوم نحن في 8 من شهر رمضان، شهر اللمات والجمعات العائلية، يعني كيف تصفين وضع العائلة ويعني الفتيات وبناته في هذا الشهر في غياب خليل؟ نعم، يعني أنت بتتحدث لما نحكي عن شهر رمضان، شهر الجمعة، شهر الخير، شهر السعادة،
لكن في هذه الظروف يعني احنا نتحدث انه في غياب خليل طبعا هي غيبت كل هذه اللمعة وهذه الجمعات عن سفرة التي يعني نفتقد مكان خليل على مائدة الإفطار. والأصعب من ذلك انه نحن احنا يعني نفتقد خليل ونتذكر كذلك وضعه الصحي، يعني بالرغم من انه مش متواجد كمان وضعه الصحي يعني خطير وبهذه الصعوبة، يعني بالتالي هذا يعني يشكل نوع من الغصة والألم والقهر، يعني سواء في غيابه وكذلك القهر يعني الألم على حاله ووضعه الصحي. نعم، يعني أيضا كان من المفترض أن يفرج عن خليل في الثاني من شهر تشرين الأول، إلا أنه تم إصدار أيضا حكم جديد لخليل قبل أشهر من الإفراج عنه. أنت اليوم هل ترين بأن هناك حراك شعبي وعلى أرض الواقع وأيضا مؤسساتي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن خليل؟ طبعا احنا لما نتحدث عن يعني التاريخ اللي كان متوقع 12، زي ما حكيت انه هو لما تم نقله من مستشفى اساس خروفيه الى المراج، هي كانت وسيله للانتقام منه من خلال يعني تلفيق تهمه له باطله وزائده محاوله تهريب البلفون. وبالتالي بمجرد انتهاء موضوع الاضراب عن الطعام يعني لاحظنا ان الشارع يعني اصبح يعني في حاله حراك يعني اشبه بالميت، وبالتالي ليس هناك يعني أي تواجد لهذه القضية، خاصة أنه يعني الأسير يأخذ صداه في عز فترة الإضراب، بعد ذلك يعني لا يبقى سوى أهله ومحبيه هم من يعني يتذكروا معاناته وألمه ويتذكروا الأوضاع اللي ممكن أنه يعيشها. وبالتالي يعني خاصة كذلك احنا لما نتحدث عن حالة يعني الشعب الفلسطيني والحالة اللي بيعيشها في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها في شمال القصة، فهناك يعني أحداث يومية متتابعة، اعتقالات، شهداء، وبالتالي هذه الأحداث لها دور بأنها تنعكس أنه يعني تأخذ صدى أكثر من حالة أسير خاض إضراب ممكن يعني قبل 4 أو 6 شهور. نعم، يعني سيدتي أنت ذكرتي أن الحراك الشعبي شبه ميت، يعني الإعلام، الشارع، يعني المؤسسات الحقوقية لا تلبي نداء الأسرى. اليوم أنت رسالة من زوجة أسير للجهات المعنية للشارع الفلسطيني للحراك من أجل نصرة خليله. طبعا لما احنا بنتحدث عن دور المؤسسات دورها كبير جدا، خاصة احنا كنا نتحدث عن يعني بداية شهر رمضان، كان من المفترض انه 2000 اسير يخوضوا معركة الاضراب عن الطعام، ونتيجة اللي هو الحراك اللي كان نتيجة للضغط على هذا الاحتلال الاستجابة لمطالبهم، فعلا استجابوا لمطالبهم والغى الاضراب والغى الاسرى اضرابهم. وبالتالي المؤسسات والمنظمات الحقوقية لها دور بأنها تضغط على هذا الاحتلال حتى لو كان على مستوى يعني النشر والدعم والإسناد والمشاركة. وبالتالي احنا بنتحدث انه اليوم لا تتركوا الأسرى وحدهم بين أنياب هذا اللي هو الاحتلال، ادعموهم، ساندوهم، شاركوهم، اتحدثوا عن معاناتهم، تحدثوا عن ألامهم، اتحدثوا عن يعني ظروفهم المعيشية الصعبة اللي بيعيشوها، لا تتركوهم لحالهم. نعم، يعني أعلم كم أن الحديث صعب، لكن إن كان هناك يوجد رسالة أو ما تقولينه أنت وبناتك الأربعة لخليل ماذا يكون؟ طبعا إحنا لما نتحدث لخليل يعني هو البطل في العزيمة وفي المعنويات، يعني بالرغم امبارح من ألامه وأوجاع وعدم قدرته نهائيا على المشي، إلا أنه خرج بهذه الابتسامة العريضة، وهذا ما دائما يعني متعودين عليه بأنه خليل يعني يكابر على أوجاعه ويكابر على ألامه ومن أجل أن يخرج بهذه المعنويات وبهذه النفسية. وبالتالي نحن نقول لخليل يعني إن طالت هذه الأيام وهذه الشهور إلا أنه يعني الفرج بإذن الله قادم لا محالة، وإحنا نتحدث يعني 8 أشهر باقي على انتهاء هذه المحكومية، إن شاء الله يعني سيزول هذا الاحتلال وتزول هذه المعاناة ويعود إلينا بإذن الله، يعني أملنا بالله عز وجل أولا وآخرا بأن تعود له صحته وعافيته، وإن كان لا يقدم له العلاج فإن يعني يكفي معية الله سبحانه وتعالى معه تحفظه وترعاه. الفرج العاجل والقريب لخليل، ونتمنى له أيضا الصحة والسلامة. إلى هنا اسمحي لي أود شكرك، كنت معنا السيدة دلال عوودة زوجة الأسير خليل عوودة، شكرا لك. وأيضا في ذات السياق لنشاهد المحامي خالد زبرقة معقبا على الحكم الصادر بحق الأسير خليل عوودة خلال المحكمة يوم أمس.
اليوم أنهينا ملف خليل عواودة، حكمت عليه المحكمة الصلح في الرملة بالسجن الفعلي مدة 16 شهر وغرامة مالية قيمتها 5000 شيكل، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر. حقيقة الوضع الصحي لأسير خليل عواودة صعب جدا ومتدهور، حتى الآن هو لا يستطيع أن يقف على رجليه وهو يتكلم بصعوبة، ولذلك نحن رأينا أنه يجب علينا إنهاء هذا الملف بسرعة الممكنة حتى يتسنى للعائلة القيام بعلاج خليل عواودة ويعني التخفيف من الأضرار التي ممكن أن تحصل لصحته في المستقبل. وأيضا في ملف الأسرى لهذا اليوم، استهجنت رندا موسى زوجة الأسير خضر عدنان عدم وجود تضامن يرتقي لمستوى تضحية زوجها المضرب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوم، وقالت أنه في إضراباته السابقة كان يشهد تضامنا أكثر بكثير مما يحدث الآن، على الرغم من أن ظروفه ذاتها والأسير الشيخ هو ذاته والاحتلال هو الاحتلال ذاته. وترى موسى أن ما اختلف هو أن هناك استسهالا لوجود القيادات والشخصيات الفاعلة داخل سجون الاحتلال. وعن وضع الأسير خضر عدنان، قالت رندا موسى إن زوجها يعاني وضعا صحيا صعبا للغاية وفي تطور خطير، وقد أزرته المحامية يوم أمس وأبلغت العائلة أنه تعرض بالأمس لانتكاسة صحية صعبة للغاية، والشيخ لازال يرفض إجراء أي فحوصات ويعاني من الدوار ويتعرض لحالات إغماء ويعاني أيضا من تشنجات في اليدين والقدمين، كما أنه يتقيأ الدم منذ فترة، وبالأمس بدأ يتقيأ عصارة المعدة أيضا. وأكدت زوجة الأسير خلال مداخلة في برنامج مساء الخير يا وطن الذي تقدمه الزميلة سماح الكحلة أن إدارة سجون الاحتلال تمعن في تنكيلها بالشيخ خضر عدنان، حيث ترفض زيارة الصليب الأحمر منذ 54 يوما، كما أيضا تمنع الأطباء بلا حدود من زيارته، والعائلة هي الأخرى أيضا ممنوعة من الزيارة. وتهدف إدارة السجون من ذلك إلى الضغط عليه لإجراء الفحوصات، ثم تؤدي إلى كسر إضرابه حتى لا يحقق انتصارا جديدا بعد 5 انتصارات تمكن من تحقيقها الشيخ خضر عدنان على سجانه في السابق. وأيضا أعلنت عائلة الأسير والمفكر وليد دقة وبالتعاون مع الجهات المختصة عن حملة للمطالبة بإطلاق سراحه، حيث يواجه دقة وضعا صحيا خطيرا بعد أن تم الكشف في كانون الأول للعام 2022 عن إصابته بسرطان نادر يصيب نخاع العظم ويعرف بالتليف النقوي، وهو مرض يصيب نخاع العظم. ولا يزال الأسير دقة تحت الحراسة المشددة في سجن في الداخل المحتل في مدينة عسقلان على أجهزة التنفس الاصطناعية بعد تدهور عامل أجهزته الحيوية وخاصة الكلى والرئتين ونقص في نسبة الدم. وللمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. يسعد صباحك دكتور وأهلا بك. صباح الخير لكم. تحياتي لك. يعني دكتور، الاشتباكات واقتحامات في معظم مدن وقرى الوطن، يعني كان هناك إصابات وأيضا اقتحامات لمنازل، ما التفاصيل؟ الاحتلال اقتحم اليوم عدة محافظات في الضفة الغربية وسنى عمليات دهم واعتقال وسط مواجهات واشتباكات مسلحة. أبرز الاقتحامات كانت لبلدة قباطية قضاء جنين حيث جرى اعتقال محمود نزال، إضافة إلى اقتحام عدة قرى في المحافظة بينها الجبع وأيضا منطقة الزبابدة، كان متواجد قوات احتلال في محيط البلدتين. في منطقة رام الله اقتحام بتونيا واعتقال نور صرصور، إضافة لاقتحام سطح مرحبة وأيضا مهيأ بالأمعري. في منطقة قلنديا شمال القدس جرى اعتقال أحمد السقا
يوسف شحادي في طول كرم، جرى اعتقال احمد عودي الزازه من الحي الجنوبي في طول كرم، الذي شهد ايضا مواجهات واشتباكات من مسافه الصفر بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقه نابلس، اقتحام يتما جنوب المحافظه واعتقال اسماعيل النجار بعد اقتحام منزله، وايضا في اقتحامات في قرى نابلس كانت العقربه وقبلان دون الابلاغ عن اعتقالات من قبل الاحتلال، ولكن كان هناك انتشار احتلالي واضح على منافذ ومداخل المدينه بشكل مكثف في ساعات فجر هذا اليوم. نعم، يعني ايضا دكتور ماذا عن بلده حواره؟ هل الى الان ما زال هناك اي تشديدات وايضا حصار؟ وكيف تبدو يعني الحاله الميدانيه هناك لتضعنا في الصوره؟ طبعا منذ ساعات صباح اليوم يتواجد عشرات المستوطنين على مدخل حوار الشمالي، هناك احد زعماء المستوطنين وهو نائب في الكنيسة الاسرائيلي قام بوضع مكتب من الخيمه على مدخل حوار الشمالي بالقرب من دوار سليمان الفارسي، وهذا الدوار يقوم المستوطنين بالتجمع حوله اداء طقوس تلمذيه في ساعات الصباح، وايضا التحرش في المواطنين اثناء مرورهم خاصه على طريق الالتفاف في جنوب نابلس او بين نابلس ومناطق وسط الضفه الغربيه، ولكن اللافت هو استمرار انتشار العسكري الكبير في بلده حوار من مدخلها الشمالي حتى مدخل الجنوب على مفترق بيته، هذا عرقل توجه مئات المواطنين لفتح مصالحهم التجاريه والاقتصاديه في البلده، وايضا اعطى مجال للمستوطنين لمزيد من العربده تجاه المواطنين، وبالتالي اليومين الماضيين شهدا كساد اقتصادي كبير، العديد من المحلات لم تفتح ابوابها، وبعض المحلات التي فتحت ابوابها لم تستطع استقطاب العديد من الزبائن بسبب هذه التخوف واعمال العربده من المستوطنين. نعم، يعني ايضا ماذا عن احوال الطرق صباح هذا اليوم؟ هل يوجد هناك اي طرق مغلقه؟ حتى اللحظة ما رصدناها لا يوجد هناك طرق مغلقة في شمال الضفة الغربية وحتى في مناطق وسط الضفة الغربية، ولكن هناك تفتيش في بعض الحوادث خاصة حادث طرة بين نابلس وقلقيلية، وأيضا الخروج من حوارة لأهالي نابلس هناك إجراءات تفتيش على الحادث، وبالتالي هناك تشكل طابور كبير من المركبات خاصة للموظفين والطلبة الذين يتوجهون مبكرا إلى أماكن عملهم ومدرستهم في ساعات الصباح. نعم، يعني أخيرا دكتور ماذا عن القضايا التي لاقت اهتماما من قبل الشارع الفلسطيني مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما زال موضوع التربية والتعليم وعدم انتظام الدراسة وقرار التربية والتعليم بالأمس تحديد موعد العطلة الثالثة هو يأخذ حيز كبير، ويبدو أن موضوع السجال والتباين وعدم النجاح في هذا الإضراب هو يأخذ حيز كبير من متابعات ومنشورات المواطنين بشكل كبير، فهذا له حصة كبيرة رغم السجال الحاصل بين من يؤيد المعلمين ومن يؤيد الوزارة، يأخذ أيضا نوع من الاصطفاف الحاد في هذه الأيام على المنشورات التي يتم رصدها. ايضا اوضاع الاسواق الفلسطينيه في ظل بدايه الاسبوع الثاني من رمضان وشكوى من بعض ارتفاع الاسعار وعدم ضبطها ايضا لها حصه كبيره، الاجواء الرمضانيه الايجابيه من صلوات واجواء روحانيه ايضا تاخذ حيز كبير، تحضيرات الشارع الفلسطيني للجمعه الثانيه من رمضان ايضا لها حصه في منشورات المواطنين. نعم، اذا الى هنا اسمح لي اود شكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور امين ابو وردي، شكرا لك. إذن ولنستكمل من الأخبار الميدانية لهذا اليوم، أصيب يوم أمس مواطنين اثنين جراء اعتداء مستوطنين على منزلهم في قرية كيسان الشرق بيت لحم، وأعلنت وزارة الصحة أن طواقمها في مستشفى بيت جال الحكومي تعاملت مع إصابتين بحالة متوسطة جراء ضربهما من قبل مستوطنين في منطقة كيسان، وقال عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال أن قطعان المستوطنين هاجموا منزل المسن علي يوسف في عبيات 70 عاما في منطقة برية كيسان وأصابوه ونجله جهاد بجروح وردود نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جال الحكومي في بيت لحم. وأيضا تفتقد عائلة الشهيد قيس شجاعية من بلدة دير جرير غرب رام الله نجلها الشهيد على مائدة الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك، وفي أول رمضان تقضيه العائلة دون قيس. لنتابع. ولو اجى على الخبر انه في عمليه على بيت ايل وتحييد المنفذ، انا يعني هيك انخلع قلبي، هيك انخلع قلبي. خير وقدر. Thank you.
من قبل ما يجي رمضان وإحنا نفكر بهاي اللحظات كيف بدنا نتحمل، يعني إنه اثنين مش موجودين على الطاولة معنا، بس ربنا بيعطي الصبر. قيس بحب كل الأكل يعني، مش وكان لما يعجبش الأكل هو لحاله يروح يدخل يعمل بطاطا مهروسة يحط عليها بشاميل ومش عارف إيش، هو بحب الأكل، بيتزا مش عارف شو، وبحب هاي الشغلات السريعة، معكرونة بلبن، معكرونة بشاميل، هيك بحب هاي الأكلات. الله يرضى عليه يعني، كان دايما يحكي لحوش وبدي أتجوز وبدي أبني، وهو يشتغل يعطيني كل القبضة تاعته عشان أحوش له عشان يتجوز ويبني. قيس من عشاق الأقصى، من الناس اللي كانوا يعشقوا الأقصى عشق، حتى يعني ما كان يمضي رمضان بعد ما كبر إلا كان يقضي معظم وقت رمضان في الأقصى، يقوم على خدمة الناس في لجنة النظام، يقدم شو بيقدر يقدم خدمات ومساعدات للناس. والله كان باستمرار يروح يرابط في المسجد الأقصى كل أسبوع، ويقعد يعني في بالأسابيع يقعد هناك يعني، وبحب يعني بحب إنه بطنه جاي كثير كثير يعني، ولذلك إنه ضحى في روحه مشان وطنه يعني. إحنا حابين ندفنه ونودع زي أي شهيد يعني، زي أي ميت، بس شو بدنا نحكي يعني، لو بدنا نحكي للعالم العالم مش سامع. خبر الدولي لهذا اليوم، أصيب عسكريان سوريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة دمشق. وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة السورية الرسمية سانا أنه حوالي الساعة 1:21 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضا منها. وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وأيضا لننتقل أخيرا إلى حالة الطقس لهذا اليوم، بحيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة. وأيضا هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وغدا يوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى هناك فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. وبذلك يكون بعد يوم غد السبت الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ أيضا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الأعداد والتقديم هديل أبو زينة، ومن الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريانة، ومن المتابعة والتنسيق سحر حناني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحاً وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى إتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا.